أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معكم الدكتور محمد حمدان، دكتوراه الميكروبيولوجي. إن شاء الله بدنا نقوم بتدريس مادة الميكروبيولوجي الغذاء في قسم الطب المخبري المستوى الرابع، والمستوى الثاني في قسم التغذية السريرية. هذه طبعا أول محاضرة، وبيكون رقمها 2، لأن المحاضرة الأولى مراجعة وتم إلغائها، فإحنا بدنا نبدأ من محاضرة رقم 2. الأنشطة المطلوبة في هذه المادة، أول حاجة طبعا واجب واحد، واجب اثنين، واجب ثلاثة، ثلاث واجبات أثناء الفصل، وبالإضافة إلى النصف النصفي أو الامتحان النصفي. الأول أنشطة، الثلاث أنشطة عليهم 10 10 10 30، زائد بالإضافة إلى الامتحان النصفي 20، فبيكون مجموعهم 50. طبعا زائد 50 النهائي فبصير 100، وهذه بتكون اكتملت المادة بالنسبة للدرجات. بالنسبة للمذكرة، المذكرة موجودة في مكتبة الجامعة، موجودة ونفس النسخة القديمة، يعني ممكن تستعيروها من الزملاء تبعينكم. طبعا المادة الفود مايكروبيولوجي هي يعني بتتحدث عن العلاقة بين الطعام والميكروبات. أول حاجة بناخد التاكسونومي أو التقسيمات والسيجنيفيكانس أوف مايكرو أورجانيزم إن فود، نشوف إيش علاقة الميكروبات هذه في الفود أو الطعام. طبعا الحاجة تختص بالطعام اللي هي الكربوهيدرات، المواد الأساسية، والبروتين والليبيدز والدهون. طبعا بيحتاجها الميكروب أساس أنه ينتج انرجي، طاقة، من المواد البروتينية والحاجات هذه، وزائد الانورجانيك كومباوندز اللي هي النيتريت والسلفيت والحاجات هذه. طبعا هذه كلها متكاملة بيحتاجها الميكروب. طبعا في عندي انا اللي هو الميكروبات تختلف، في منها بكتيريا، في منها فطريات، في منها خميرة، في منها باراسيتولوجي. الحاجات هذه كلها موجودة في الطبيعة، بدنا نشوف إيش علاقتها باللي هو حكينا إحنا إنه في أنواع كثيرة من البكتيريا. في نشوف إيش التاكسونومي تبعها والسيجنيفيكانس أوف مايكرو أورجانيزم إن فود. نشوف البكتيريا أسينيتوباكتر، إروينيا، بروتياس، إيروموناس، شيريشيا، والسيدوموناس، والألكاليجين، فلافوباكتيريام، وأركوباكتر، والهافنيا، والسلمونيلا، والباسيلا سيراتيا. هذه طبعا مجموعة. المجموعة الثانية اللاكتوكوكس، شوانيلا، وبروكوتريكس، واللاكتوباسيلس شيجيلا، والبوركو هولدر هولداريا، والكامبايلوباكتر، والليستيريا، والكارنوباكتيريام. برضو بالإضافة للميكروكوكس والستافيلوكوكس والستروباكتر وموراكزيلا كلوستريديام وفيبريو والكوريني باكتيريام. هذه طبعا أنواع مختلفة من البكتيريا. طبعا كل
كل جينس بيتفرع إلى سبيشيز أكثر، وهكذا يعني بتكون البكتيريا أكثر كمية من الحاجات اللي هي لها علاقة بالفود أو الطعام. خلصنا طبعا من موضوع البكتيريا، نيجي للفطريات. برضو الفطريات مجموعات مختلفة وكثيرة: بنسيليوم، أسبريجيلس، فيوزاريوم، رايزوباس، إيروباسيديوم، وجيوترايكم، وترايكوسيوم، والبوترايسز، مونيليا، ميوكر، زيروميسز، وكلادوسبوريوم. نيجي للخميرة. الخميرة برضو في منها أنواع: شيزو ساكارومايسز، وكانديدا، كريبتوكوكس، بيكيا، وترايكوسبورون، وديباريومايسز، رودوتوريولا، وهانسينز سبورا، وساكارومايسز، وزايغو ساكارومايسز. هذه طبعا من أنواع الخميرة. نشوف البروتوزوا، برضو في أنواع كثيرة من البروتوزوا لها علاقة مع الأطعمة: كريبتوسفوريديوم، بارفوم، انتاميبا هيستوريتيكا، وتوكسوبلازما جوندياي، والسايكلوسبورا كاتينسز، غارديا لامبليا. هذه طبعا أنواع مختلفة من الفطريات والبكتيريا والخميرة والطفيليات، هذه كلها لها علاقة مع الأطعمة. خلصنا إحنا من الميكروبات اللي موجودة اللي لها علاقة مع الأطعمة، بدنا نشوف من وين بتكون هذه الميكروبات أو وين المصادر تبعتها. Primary sources of microorganisms found in foods. أول حاجة طبعا السويل والووتر. السويل طبعا فيها أعداد ضخمة جدا من البكتيريا ومن الفطريات ومن الخميرة ومن الطفيليات، فيها أنواع أكثر مصدر في موجود في هذه الميكروبات. نيجي لرقم 2 اللي هي الووتر، المية بتكون طبعا مفتوحة بس طبعا بتكون أقل من السويل، السويل فيه أكثر. في عندي مصدر ثاني اللي هو البلانتس اند بلانتس برودكتس، يعني النباتات ومنتجات النباتات هي اللي بتكون برضو مصادر لوجود الميكروبات. فود يوتنسلز اللي هي اواني الطعام اللي هي احنا ناكل فيها بتكون مصدر من مصادر الميكروبات. جاسترو انتستينال تراكت، طبعا احنا لو جبنا مثلا عجل او اي حيوان ممكن ناكله، لما نفتح الجاسترو انتستينال تراكت اللي هي القناة الهضمية طبعا بنلاقي موجود فيها كميات هائلة من البكتيريا والميكروبات الاخرى. طبعا من مصادر اللي هو البكتيريا والميكروبات الفود هاندلرز اللي هم اصحاب يعني المطاعم. برضو في مصادر البكتيريا اللي هي الانيمال فيدز اللي هي أطعمة الحيوانات الأعلاف، الأعلاف طبعا بتكون موجود فيها كتير جدا من البكتيريا والميكروبات. animal hides اللي هو الجلد الحيوان اللي بنذبحه، هذا العجل او الخروف او النعجة او الحاجات هذه كلها طبعا بنلاقي فيه او مصدر من مصادر البكتيريا والميكروبات اللي هي جلد الحيوان، لانه طبعا بيكون ملاصق للحاجات الخارجية، الزبل والحاجات هذه الثانية كلها بتكون فيها بكتيريا. air and dust برضو مصادر من المصادر اللي هي المعروفة بالنسبة للميكروبات اللي هو الهواء والدست اللي هو الغبرة،
الهواء والغبرة هذه طبعا ممكن تكون فيها كميات من الميكروبات، طبعا بتكون طبعا هي نسبيا أقل من السويل. السويل هو أكبر مصدر من مصادر التلوث. Intrinsic and extrinsic parameter of food that affect microbial growth. يعني في عندي عوامل داخلية وعوامل خارجية بتأثر على نمو الميكروبات. أول حاجة intrinsic parameters اللي هي الحاجات أو العوامل الداخلية زي الـ pH اللي طبعا بتكون ملاصقة مع الميكروب. الـ pH بتأثر طبعا في تأثيره على النمو. المويستشر كونتينتس اللي هو الرطوبة، محتوى الرطوبة. أكسيديشن ريدكشن بوتنشيالز اللي هو الأكسدة والاختزال، طبعا هذه بتأثر على النمو أو جروث أو النمو اللي هو الميكروبات. نيوتريانت كونتينتس برضو الغذاء، المحتوى الغذائي للميكروبات. انتي مايكروبيال كونستيتيوينتس اللي هي المحتويات الداخليه في اللي هو المضادات الحيويه. طبعا فيها مضادات حيويه طبيعيه وفي مضادات حيويه احنا بنستخدمها للعلاج. بيولوجيكال ستراكشر التركيب العام في حياة الميكروبات. هذه طبعا ست عوامل داخلية تعتبر بتأثر على نمو الميكروب. أول حاجة نأخذ الـ pH. It has been well established that most microorganism grow best at pH value around 7. يعني من 6.5 ل 7.5. Whereas few grow below 4. يعني هي معظم الـ pH المناسبة لنمو الميكروبات اللي هي حوالين 7، يعني 6.5 ل 7.5 أو 6.6 ل 7.5. وفي منها بده أسيدك زي مثلا الفطريات. الفطريات بدها pH أقل من 7، وفي منها اللي هو بتصل درجة الـ pH ل 8 أو 8.5 زي الكوليرا، فيبريو كوليرا. يعني بتختلف الميكروبات من ميكروب لميكروب، من أنواع إلى أنواع حسب نوعه، وبتختلف الـ pH. طبعا بتكون هي كلها في الرينج 7، لكن في منها بيقل وفي منها بيزيد عن 7. بكتيريا tend to be more fastidious in their relationship to pH than molds and yeast, with the pathogenic bacteria being the most fastidious. يعني في بعض البكتيريا بتكون يعني زي اللي بيقولوا عنها مدلعة أو حساسة جدا للـ pH، وممكن تختلف. يعني بمجرد أن نغير الـ pH ولو بسيط بيختلف النمو. With respect to pH minima and maxima، يعني المينيمم pH والماكسيمم pH microorganism dose represented in figure 3. يعني في عندي جدول موجود في الحساسية تبعت الميكروب للـ pH أو كمية أو الـ pH. It should be taken to be precise boundary as the actual value are known to be dependent on other growth parameters. يعني نشوف هذا الجدول، نيجي نشوف تأثير الـ pH. pH effect. Adverse pH affect at least two aspects of respiring
مايكروبيال سيلز، يعني ممكن البي اتش السلبي او التاثير السلبي يكون يؤثر على الخليه. The functioning of its enzymes، يعني وظائف الانزيمات بتختلف في تغير البي اتش. Of nutrient into the cell، يعني بيأثر على الانزيمات البي اتش. The cytoplasmic membrane of microorganism is relatively impermeable to H ايونات اللي هي الموجبة وايونات السالبة في الخلية. طبعا هذه بيأثر عليها اللي هو البي اتش السلبية بالنسبة للايونات دخولها وخروجها. نشوف من خلال هذا الجدول اختلاف تحمل الانواع من البكتيريا او الميكروبات بالنسبة للبي اتش. يعني المولز الفطريات ممكن تتحمل من نص ل 11، يعني اكبر قوة تحمل. واليست الخميرة من 1.5 ل 8.5، والاليسايكلو باسيلس سبيشيز من 2 ل 6، السالمونيلا من 3.5 ل 9.5، والاسيتوباكتر من اللي هو 4 ل 9.2، والليستيريا واليرسينيا. يعني هي في قوة تحمل الميكروبات للبي اتش تختلف من ميكروب لميكروب، وهذه نماذج من اختلافات الميكروبات بالنسبة لتحمل في البي اتش. نيجي نشوف النوع الثاني من الحاجات اللي بتأثر على نمو الميكروبات، المويستشر كونتنت اللي هي الرطوبة. One of the oldest method of the preserving food is drying or desiccation. Precisely how this method can be used is not known. يعني من زمان هم عارفين انه الجفاف هو يحفظ الأطعمة من الفساد. The preservation of food by drying is direct consequence of the removal or binding of moisture. يعني الجفاف يعني إزالة الماء، وطبعا معروف إنه المية فيها الحياة. Without which microorganisms do not grow. يعني بدون مية ما فيش نمو أو ما فيش حياة في الميكروبات. It is now generally accepted that the water requirements of microorganisms should be described in terms of the water activity. يعني هي بتنقاس بنشاط المية في الوسط أو في المكان اللي هي AW أو water activity in the environment. The parameters is defined، يعني بتتحدد هذه by the ratio، معدل البخار المية أو درجة البخار في الفود على substrate to the vapor pressure of the pure water. يعني احنا بنشوف البخار أو نسبة البخار من الطعام إلى نسبة المية أو البخار في المية اللي هي الـ AW الـ Activity of Water، الـ P على الـ PO where P is the vapor pressure of the solution and PO is the vapor pressure of the solvent. يعني بخار المية اللي موجود في الطعام على بخار المية الموجود في المية أو السولفنت اللي هو السولفنت اللي هو عادة بيكون المية. Effect of low activity water. The general effect of lowering activity of water below optimum is to increase the length of the lag phase of the growth and to decrease the growth of the rate
and size of the final population. يعني هي العلاقة بين قلنا البخار الموجود في الطعام على البخار الموجود في السولفنت اللي هو المية. This effect may be expected to result from adverse influences of the lowest or lower water on all metabolic activities because all chemical reaction of cells require an aqueous environment. يعني كل الحاجات بدها حاجات أو الأطعمة بتحتاج للمية علشان تزيد ال activity of water. It must be kept in mind, however, that the activity of water is influenced by other environment parameters such as pH, temperature of growth, and EH, اللي هو الأكسيديشن ريدكشن. يعني ممكن تتأثر الأكتيفيتي اوف ووتر بالـ pH والـ temperature والـ أكسيديشن أند ريدكشن. أكسيديشن أند ريدكشن هذا طبعاً العامل الثالث. It has been known for decades, يعني عرف من عدة عقود, that microorganisms display varying degrees of sensitivity to the oxidation reduction potential, اللي هو oxidation and reduction, اللي هي المعروفة بال EH, بالرمز PEH. هذه طبعا يعني لها علاقة بال oxidation and reduction of their growth medium. Oxidation and reduction potential of the system is expressed by the symbol EH. بيرمزوا لها ال oxidation and reduction بال EH. The oxidation and reduction potential of a substrate may be defined generally as the ease with the which substrate loss or again electron. يعني الأكسيديشن والريدكشن معروف انه بيعتمد على انه يفقد او يكتسب الالكترون. When an element or compound loses electrons, the substrate is oxidized. يعني بيحصل له oxidation اذا كان فقد الكترون. Whereas بينما the substrate that gain electron become reduced, يعني بيكتسب الكترون بيحصل له reduction او اختزال, لكن بيفقد الكترون بيحصل له oxidation. Oxidation may also be achieved by the addition of oxygen. يعني ممكن برضو نعبر على الأكسيديشن والريدكشن بواسطة إنه إذا في أكسيديشن أو أكسدة بإضافة أكسجين. إذا انتزع أكسجين بكون الريدكشن. يعني ممكن نعبر عليه بالإلكترونات أو ب يعني فقد أو اكتساب إلكترونات أو فقد أو اكتساب أكسجين. Therefore, the substance that readily gives up electrons is a good reducing agent, and one that readily takes up electrons is a good oxidizing agent. يعني برضو نفس التفسير إنه إذا كان في اكتساب أو فقد إلكترونات. When electrons are transferred from one compound to another, a potential difference is created between the two compounds. يعني بيكون في الأكسدة والاختزال بيحدثوا مع بعض. طبعا من العامل الرابع اللي بيأثر على نمو البكتيريا اللي هو nutrient contents. يعني إذا بده يصير في نمو فلازم يكون في nutrient contents. In order to grow and function normally, the microorganism of the importance
in food require the following. يعني إذا كان في نمو بده يصير فيجب وجود اللي هو الووتر. أول حاجة طبعا وجعلنا من الماء كل شيء حي، لازم تكون المية أساس في الحياة. source of energy، بدي أنا source عشان يطلع طاقة للنمو. source of nitrogen، النيتروجين طبعا هذا حاجة أساسية في النمو. وبرضو ممكن لازم نحتاج على تحتاج إلى vitamins and related growth factors، في الفيتامينات هذه بتحتاجها بيحتاجه الميكروب للنمو. والمينرالز اللي هو الحاجات المعدنية. As source of energy, foodborne microorganism may utilize sugar, alcohol and amino acid. يعني ممكن في بعض حالات النمو انه الميكروب نفسه هو يصنع يكسر البوليساكرايد الى مونوساكرايد، او العكس يجمع المونوساكرايد لبوليساكرايد. Some microorganisms are able to utilize complex carbohydrates such as starches and cellulose as source of energy by first degrading these compounds to simple sugar. يعني انا ممكن بعض البكتيريا بعض الميكروبات انها تكسر البوليساكرايد وتحوله لمونوساكرايد وتاخد الطاقة. العامل الخامس اللي هو الانتي مايكروبيال كونستيتيونتس، في حاجات تقتل البكتيريا الضارة بحاجات طبيعية. The stability of some food، يعني بعض الأطعمة بتعتمد على الانتي مايكروبيال كونستيتيونتس الطبيعية. Against attack the microorganism is due to the presence of certain naturally occurring substances that possess and express antimicrobial activity. يعني ممكن في حاجات طبيعية تقتل البكتيريا من المواد الموجودة فيها الطبيعي. في بعض النباتات بيكون موجود فيها مواد طبيعية مضادة حيوية أي بتقتل البكتيريا. Among these are eugenol in cloves اللي هو في القرنفل، والليسين في الجارليك اللي هو الثوم، والسيناميك الدهايد، والإيوجينول إن سينامون اللي هي القرفة، والألايل أيزوثيانيت إن مسترد من في زيت الخردل، والإيوجينول إن ثايمول إن ستيج أند كارفاركول. كاوز ميلك كونتينز سيفرال antimicrobial substances including lactoferrin أو conclotinin and in the lactoperoxidase system. طبعا لبن أو حليب البقر بكون موجود في بعض المضادات الحيوية الطبيعية. Biological structure. The nature converting of some food provides excellent protection against the entry of the substances damage by expelled organism. في عندي الكفرنج للثمار والحاجات هذه ممكن تحفظ الثمرة من البكتيريا أو الاتاكينج أو بكتيريا. في بعض الثمار والمكسرات انها بيكون القشرة الخارجية هي كافية انها تحفظها من البكتيريا. In this category are such structure of testa of seed الحبوب the outer covering fruit the shell of the nut يعني الغطاء الخارجي بالنسبة للمكسرات. Animal hides أو the hides of animal اللي هو جلد الحيوان and the shell of egg برضو قشرة البيض تحفظها من الفساد. In the cases of nut
such as pecans اللي هو جوز الأمريكي أو جوز الهند الأمريكي أو walnut اللي هو عين الجمل. The shell of the covering is sufficient to prevent the entry of all organisms. يعني ممكن تحفظ المكونات من البكتيريا الخارجية. Once cracked of source not meat are subjected to spoil by the mold. إذا كان في فتحة أو حاجة مكسورة بالنسبة للغطاء الخارجي طبعا بيكون فرصة لدخول الميكروبات. The outer shell and membrane of egg if intact prevent the entry of nearly all microorganisms when they stored under the proper condition of humidity and temperature. يعني البيضة ممكن القشرة هذه تحفظها من أي أتاك من البكتيريا أو ميكروبات إذا كانت حفظت في مكان أو حفظت بطريقة سليمة. Fruit and vegetables with damaged covering undergo spoilage much faster than those not damaged. يعني أي ثمرة أو خضار إذا كان في قط أو قطع فيه فبكون هذا أسرع للفساد من السليمة. The skin covering of fish and meat such as beef and pork prevent the contamination and the spoilage of this food partly because it tend to dry out faster than freshly cut surface. يعني إذا كان في الغطاء الخارجي الجلد فممكن يحفظ الحاجات الداخلية لأنه إذا صار في قطع في السكن ممكن يسمح بدخول الميكروبات.